وفيق حكار المدير والرئيس والمدير العام للمجمع سون أتراك. السيدة أقاسم فطوم الرئيس المدير العام لمجمع صيدال. السيد الأخضر رخروخ الرئيس العام المدير العام لمجمع كوسيدار. السيد مولى كمال يترأس مديرا عاما لمخابر فينيس. مؤسسة فادركو التي يترأسها مديرا عاما السيد حابس عمر وتحضر نيابة عنه شقيقته دنيا حابس. السيد حمودي عمار الرئيس المدير العام لمجمع بيمو. الحاج بورورقة محمد مؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة EHB Industries. ياسر أمير غزلي مؤسس شركة تكنولوجي. السيد رمزي مصباح مؤسس شركة Algerian Green Autonomy. البروفيسور بالقاسم حبة تنوب عنه السيدة جميلة بوديا ووراء كل رجل عظيم امرأة.